وبالتأكيد طبعا احنا كان العيون برضو كتير جدا كانوا بيحاولوا النهاردة يرصدوا الانتخابات، مش بس في يعني في الاسكندرية طبعا نتيجة لانه الحادث، وكمان طبعا في جميع محافظات مصر. وبرضو بعد الحادث ده تم طمأنة المواطنين بانه حتى بالحادث ده، من غير الحادث ده، كان في استنفار امني شديد جدا واستعدادات امنية عند كل اللجان اللي كانت مستعدة لاستقبال الناخبين. وده كان طبعا يعني اعتقد انه كانت برضو رسالة واضحة انه من غير هذا التفجير كان في التشديد الامني، وكانت الاستعدادات الامنية والقوات المسلحة ايضا اشتركت مع قوات الشرطة في تأمين كل المقار اللي هيتم فيها او اللي تم فيها النهاردة العملية الانتخابية. كان في قيادات وهيئات ادارة القوات المسلحة اشرفت على هذا التأمين، وانه كافة الاجهزة ايضا المعنية بالدولة، وتم استخدام طائرات مراقبة أمنية وتصوير جوي، لدرجة طبعا كان في حتى النهاردة من الحاجات اللي سمعتها ان هم كانوا بيبصوا في صناديق الزبالة اللي كانت جنب المقر اللي هيتم فيها الانتخابات، بمعنى انه كان في يعني بالفعل. والنهاردة الحمد لله اليوم مر بسلام، وان شاء الله الايام الباقية تمر بسلام. قوات الجيش اللي كانت بتأمن المنطقة كانت بتهتف الحقيقة اثناء تنفيذهم طابور سير بشوارع اقصى الفيوم، يعني حاجة جميلة جدا جدا، خلينا نسمعهم بالصوت. يعني الحماس ده بالتأكيد برضو لما الناس تسمع وتشوف المشاهد دي يعني بتاخد برضو دفعة، وده اللي حصل النهاردة الحقيقة. أعداد كبيرة يعني لسه طبعا الأعداد ما تمش الحصر بالكامل، كان في مناطق فيها إقبال متوسط، كان في مناطق فيها إقبال شديد جدا، برضو الملحوظ السيدات الكبار السن، الشباب، كان في مناطق ومناطق لا. كل ده هيبان إن شاء الله بعد طبعا إغلاق الاقتراع إن شاء الله، ويعني فرز الأصوات. طبعا زي ما الكنيسة شاركت بقوة في الخارج، شاركت بقوة في الداخل أيضا. برضو كان الحقيقة الفريق أول صدقي صبحي برضو كان بيتفقد طبعا اللجان الانتخابية قبل فتحها، ودي برضو من الحاجات المهمة. يعني كان في طمأنة للناس من كل المقاييس، وأعتقد أنه يعني اللي مثلا ممكن ما يكونوش نزلوا ما نزلوش نتيجة لأمور تانية، أو مشتركين مع الأحزاب اللي كانت بتدعو للمقاطعة، مش فكرة خوف. يعني الموضوع أعتقد إنه المشاهد دي كلها، وزي ما قلت لكم، من غير الحادث، إنه من غير حتى حادث التفجير، كان في خطة معمولة محكمة جدا لتأمين العملية الانتخابية. الحقيقة طبعا إنه من أوائل اللي راحوا يدلوا بأصواتهم في الانتخابات هو الرئيس السيسي، والرئيس السيسي أدلى بصوته في لجنة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، وبيقال إنه كان أول حد يدخل اللجنة، وتم رصد طبعا هذه المشاهد، وإنه يعني تم التصوير زي ما بقولت لحضراتكم انه يعني لهذه اللحظة بانه الرئيس السيسي من اوائل اللي كانوا راحوا في هذه اللجنة، لجنة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، وادلى الرئيس السيسي بصوته، وكان في زي ما قلت لكم رصد للحظة وهو بيعمل صح على الورقة وكل الحاجات دي طبعا. وبعدها يعني بدأ يتفقد من غرفة العمليات، العملية
عمليات الحملة الانتخابية بدأ يتفقد سير العملية الانتخابية. زي ما انتم شايفين اهو الكاميرا يعني فضلت معاه لغاية ما عمل الصح، وطبعا اكيد اختار رئيس السيسي يعني. وبعد كده راح حط الورقة متطبقة في الصندوق الزجاجي. الحقيقة برضو كان من الحاجات اللي بتتقال انه مفيش حاجة، يعني مفيش احتماليات اي حاجة بالنسبة لل يعني انتهاكات او غش او الكلام ده كله، دي حاجة مش واردة بالمرة ايضا. وطبعا ده اللي هو وهو بيتفقد سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات الحملة الانتخابية. ايضا طبعا تم رصد المرشح المنافس موسى مصطفى موسى وهو يدلي بصوته أيضا في الانتخابات الرئاسية. أيضا تم رصد قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيدة الأولى أيضا أدلت بصوتها، وآية السيسي أيضا يعني برضو أدلت بصوتها. فبرضو يعني كان نموذج أنه كل أسرة الرئيس السيسي طبعا حريصة طبعا بالتأكيد أنه على المشاركة في الانتخابات وتحت شعار هنكمل إن شاء الله. برضو آية أعتقد في صور لآية، آية السيسي أدلت أيضا بصوتها في الانتخابات. وكمان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ايضا بالتاكيد طبعا، وكل الوزراء. وتم يعني الحياه كانت النهارده كل القنوات نقل على الهواء الفعاليات، وكل يعني تم فعلا توثيق مشاركه كل الوزراء والمسؤولين، ويعني ده كان الحقيقه يعني بشكل كبير جدا. وزيره الاستثمار والتعاون الدولي نبيله مكرم، وزيره الهجره، وزير التجاره والصناعه، ايضا كمان الرئيس السابق عدلي منصور كمان برضو تم رصده وهو يدلي بصوته، مفيد فوزي طبعا، علي عبد العال ووزير الشباب والرياضه، واحمد ابو هشيمه، كل دول تم، مصطفى بكري، يعني كثير جدا من احمد ابو هشيمه اللي شفتوه من شويه، جيهان السادات ايضا حرصت على الادلاء بصوتها ايضا في الانتخابات. يمكن زي ما بنقول دي كانت يعني فعلا النهارده كان الكل، بجانب بقى تقارير وبجانب مراسلين لقنوات متعدده، برضو كانت حاجه جميله انه يتم ايضا طبعا رصد مشاركه السيده جيهان السادات، لبلبه، فنانين كتير قوي قوي. المشاركه كانت الحقيقه زي ما بنقول لانه الحكيم طبعا، وكان عامل اغنيه برضو حلوه للانتخابات نهال، يعني مجموعة كبيرة جدا جدا من هالة سرحان كمان، يعني زي ما بقول لكم كده كان في رصد لكل المشاهير سواء على مستوى الفن، على مستوى أيضا الحكيم طبعا أشعل الشارع بالأغنية بتاعته الجديدة. والحقيقة كانت كل لجان كتيرة جدا كانوا مشغلين الميكروفونات، وكان في طبعا أغاني متعددة متنوعة ما بين أغاني الجسمي، الأغنية الجسمي الجديدة مساء الخير يا ريس، وأغنية حكيم، وأغاني كتيرة جدا. ممكن نسمع جزء من يعني اللي عمله حكيم في الشارع وهو رايح كده، لأنه ده احتفال انتخابي يعني. وأيضا مشاركة الكنيسة وعلى رأسها البابا تودروس أيضا قام بالإدلاء بصوته، وأيضا تم رصد هذا يعني أيضا مشاركة عن طريق الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة. وأيضا الحقيقة كانت الصفحة الرسمية حريصة مش بس لرصد مشاركة البابا تودروس، ولكن كمان بعض من الأساقفة والكهنة. البابا تودروس أدلى بصوته في مدرسة السرايات الإعدادية بالويلي، وتم طبعا التصوير برضو، لازم طبعا الصباع طبعا الحبر الفسفوري، وكانت هناك أيضا يعني كلمة صغيرة كده للبابا وهو خارج من الانتخابات من الإدلاء بصوته. نزلها طيب، بس نزلها وداها فين؟ ما توديهاش انت عشان انت حاطط صنجان على الكاميرا. السكر مش متكافئ كل يوم، وفي نفس الوقت له قيمة
قيمة وطنية وقيمة باسم مصر كلها وقيمة قدام العالم، والفخر لكل إنسان أنه يشارك في عمل بهذه الصورة الجميلة. وطبعا الحرية مكفولة لكل إنسان يختار المرشح اللي شايف أنه مناسب له، والسلبية دايما لا تبني، السلبية دائما تهدم، ومن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية. البعض بيحاول يا فندم يصور طبعا في زي ما كنا بنتعلم باستمرار، يد تحمل السلاح ويد تبني، يد تبني ويد تحمل السلاح، يد تبني ويد تحمل السلاح. ايضا على فكره كانت يعني مشاركه الكبار في السن والناس اللي مثلا على عجل، كل ده كان شاركوا. كمان نيافه الانبا بخوميس بالرغم من انه احنا عارفين يعني ربنا يديه الصحه ايضا شارك في العمليه الانتخابيه. أكد احتياجنا واحتياج مصر كلها لقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه في خلال السنوات القليلة الماضية استطاع أن يصنع ما لم يصنع في سنوات طويلة. لذلك اهتمامه بالتنمية، بالاستقرار، بوحدة الوطن، بحقوق المواطنة، دي كلها أشياء تخلينا نؤكد. كما شارك أيضا نيافة الأنبا مكاريوس وأدلى بصوته في الانتخابات في ألمانيا، وأيضا نيافة الأنبا لوكيس، نيافة الأنبا أغابيوس، نيافة الأنبا مقار، نيافة الأنبا أغاسون مغاغة، نيافة الأنبا بموا في السويس، نيافة الأنبا مرقس في شبرا الخيمة، نيافة الأنبا توادروس في مدرسة المشير أحمد إسماعيل، الأنبا يواقيم أدلى بصوته أيضا بإسنا، ونيافة الأنبا يوساب في الأقصر، والأنبا بطرس في مدرسة المجمع بأبو زعبل البلد، نيافة الأنبا بخوم في سوهاج. كان يعني وكل ده تم رصده الحقيقة على الصفحة الرسمية، نيافة الأنبا مرتيروس أيضا، ونيافة الأنبا إبرام أسقف الفيوم بعد عودته من خلوته. وكما شارك أيضا الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أدلى بصوته أيضا في الانتخابات. وزي ما بقول لكم يعني كان فعلا النهاردة رصد لكل ده من قنوات مختلفة، ويعني فعلا العملية عملية كانت يعني زي ما بنقول الفكرة ما كانتش في فكرة منافسة، ولكن الفكرة انه الشعب المصري يثبت للعالم كله بانه اختياره وانه شارك بعدد كبير وانه حرص على المشاركة في هذه العملية الانتخابية. كان في برضو مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات وعقده المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة لإعلان أهم الإجراءات اللي اتخذتها الهيئة لإتمام العملية الانتخابية في اليوم الأول للتصويت. أبرز التصريحات التي تلاها محمود الشريف أنه كانت هناك 367 لجنة عامة، 18600 قاضي شاركوا في الانتخابات الرئاسية. طبعا العدد الذكور في يعني اللي هم اساسا مدرجين يعني في القوائم نسبتهم 49.69%، الاناث 50.4%، يعني دي النسبه اللي هم في القوائم الانتخابات. يعني اللجان فتحت الموعد المحدد لها عدا 12 لجنه، قالوا ان ال 12 لجنه او اللجان اللي هي تاخرت في فتح اللجان دي كانت نتيجه لانه المدارس اللي كانت غير اسمها على اسماء الشهداء، فده عمل يمكن شويه يعني تاخر في انه يتعرف المدرسه دي اللي هي باسم الشهيد دي كانت مدرسه ايه الاول اسمها ايه وكده، دي بس يمكن اللي قالوا اتاخروا 20 دقيقه، يعني 12 لجنه فقط من عدد اللجان هم بس اللي كانوا متاخرين. اللجان كانوا 367,000 و18,000، كان 18,600 قاضي، اللجان 367 و18 ألف، يعني كل الأعداد دي على مستوى الجمهورية كلها. المواطنين اللي حاملين بطاقة الرقم القومي حتى المنتهية زي ما سمحوا ليهم في الخارج سمحوا ليهم في الداخل برضو الرقم القومي المنتهية،
وانه وسائل الاعلام كان في، انتوا شايفين حتى نفس العدد وسائل الاعلام اللي موجوده قد ايه، وكانت البي بي سي برضو مشاركه والقنوات كلها، يعني الحدث العربيه كان يعني حتى في قنوات كمان كانت عالميه على فكره كانت مشاركه علشان برضو يصل هذا الامر للعالم كله. نستمع لجزء من هذا المؤتمر الصحفي، وطبعا كان في توجيه اسئله بعد ما تلت تصريحات محمود الشريف. التعامل معها على الفور من غرفة عمليات الهيئة الوطنية أو تنسيقا مع غرف عمليات وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء، هناك تنسيق وربط الحقيقة ما بين غرف العمليات، إنما غرفة عمليات الهيئة الوطنية حينما تتلقى الشكوى يتم التعامل معها فورا. يعني الحقيقة في آلية بعدد كبير من المشرفين على أو أعضاء الغرفة يتلقوا لحظة بلحظة التواصل مباشرة، إما إذا كان استعلام زي ما قلت في البداية، إذا كان استعلام بيفيدوه على الفور بمكان لجنته، إذا كانت مشكلة بيتم التواصل بالخط الآخر مباشرة مع السيد العضو قاضي اللجنة، أو إذا كان المشكلة أيا كان سببها. يعني إلى الآن إلى بداية المؤتمر ولما نزلت قبل حضراتكم كل الشكاوى تم التعامل معها على الفور، أقدر أقول الحقيقة بشكل مرضي جدا وقوي جدا، يعني ما فيش شكوى وردت الا تم حلها بعد فحصها. سياده المستشار خالد رشدي من اخبار الاذاعه. ايضا يعني رصد برضو اماكن بقى متعدده، يعني يمكن زي ما قلت لكم النهارده طول اليوم كان الكل راصد كل الاحياء، كل المحافظات، مسيرات كمان كانت، يعني البعض كان جمعوا نفسيهم بعربيات بهتافات او مسيرات على الاقدام، كان حدائق القبة، بولاق، يعني فعلا يعني زي ما انتم شايفين الاعداد وهم رايحين مع بعض ما بين بقى بالتكاتك وماشيين وما بين العربيات، وكانت برضو زي ما بنقول ملحمة، يعني ملحمة تاريخية، والكل عايز يعبر عن حب مصر، يمكن ده الهدف، وده كان حتى قبل الانتخابات الكل يا جماعة شاركوا، لأنه المشاركة علشان تثبتوا ان انتوا بتحبوا البلد، تثبتوا ان انتوا راضيين عن ما تم، ان انتم منتظرين المزيد، بلد خارجه من ثورتين. طبعا البعض اشار لانه كان في بعض السلبيات، ولكن هناك طبعا انجازات، ده كان كل دي المظاهر على امام اللجان برضو، والدي جي ورقص وهتافات واحتفاليات ما بين بقى رصد لكل المناطق، يعني البولاق، التبين، كان في برضو بشرة خير على فكره برضو، ما يعني بالرغم من انه حسين الجسمي كان عامل اغنيه جديده، ولكن ما زالت برضو اغنيه بشرة خير يعني زي ما بنقول لغايه دلوقتي هي المتصدره، يعني نمره واحد للدعوة للانتخابات، أم نادي على الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي، مدينة والشباب الإسكندراني طبعا كله يعني، وانتوا عارفين برضو ان ابو حفيظة كان كمل الاغنية، يعني الاماكن اللي ما كانش قالها الجسمي هو كان قالها في اغنية، طبعا احنا فاكرين كل ده، كل ده الناس بتتذكره مرة تانية. تسلم يا جيش بلادي، برضو تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي، الاغاني كلها الجديدة اللي اتعملت، فكل ده كان على حسب بقى الدي جي في كل منطقة. يعني ممكن ناخد كده بالصوت ورا بعضيهم تسمعوا بس ازاي كان تنوع الهتافات والأغاني في اللجان المختلفة. Thank you.
رصد الكبار في السن. تم رصد سيدة تبلغ من العمر 101 سنة في الأزبكية ورايحة للانتخابات بسيارة إسعاف. كمان كانوا قالوا أكبر معمرة، بس مش فاكرة فين بالضبط، معرفش إذا كانت معانا ولا لأ النهاردة. ولكن الحقيقة يعني زي ما بقول لكم، كان الملاحظ إنه كبار السن مهما كان عندهم من يعني أمراض من أتعاب، لكن كانوا عايزين يشاركوا. زي ما أنتم شايفين دي اللي كانت في الأزبكية. برضو في أماكن كتير جدا تم رصد كثيرات الحقيقة من السيدات والرجال كبار السن، ومساعدة طبعا بيساعدوهم من الشرطة، طبعا من عناصر الشرطة، والناس يعني كانت فعلا زي بقول لكم أهو برضو مسن بيرقص في الشارع، كان في طوابير، يعني حاجات كده يعني ممتازة فعلا. برضو يعني الناس كتير برضو سموا الموضوع بأنه عرس انتخابي. كمان في شمال سيناء بالتأكيد كنا محتاجين نعرف يا ترى نزلوا في شمال سيناء ولا لأ، وبرضو كانت في رصد أيضا لشمال سيناء وشاركوا أيضا في العملية الانتخابية. وكان زي ما بقول لكم كان في طمأنة للكل، يعني كان الكل بيقول أنه يا جماعة العملية الأمنية في كل مكان على قدم وساق، وانه محدش يقلق، لانه يعني كان بمشاركة الشرطة والجيش، وزي ما شفنا من شوية قلت لحضراتكم. برضو كان في العاصمة الإدارية الجديدة، كان برضو اليوم السابع رصد أيضا بعض المشاهد من العاصمة الإدارية الجديدة من المواطنين اللي بدأوا يروحوا هناك. في حزب الأمل أيضا، حزب النور في الرمل في الأسكندرية. وطبعا أنتوا عارفين برضو حزب النور من الأول كان إيه موقفه في هذا الموضوع. احتفالية كبيرة جدا جدا، في حتى قال لك واحدة ست من الستات غمست صوابعها العشرة في الحبر الفوسفوري عشان يعني نوع من أنواع التأكيد. مشاهد كثيرة جدا جدا تم رصدها اليوم. زي ما بقول لكم محدش يقدر يقول الأعداد اللي شاركت، لأنه ما ينفعش تقدر. بعض المناطق التانية كان في عدد قليل، كان في عدد في بعض المناطق إقبال ضعيف، في بعض المناطق كان إقبال كثيف، لدرجة إنه كان برضو يعني أمور كبيرة جدا جدا. زي ما أنتم شايفين برضو الطوابير، يعني عندنا كان فعلا يعني رصد الأمور كثيرة جدا جدا. يعني برضو كان في طبعا زي ما قلت لكم أغنية بشرة خير، وكان في برضو يعني من يعني رصد برضو الفيديو كان من إحدى اللجان. ممكن برضو نوري مشاهدينا المشاهد دي برضو تحسسنا بالعملية الانتخابية. احنا مصر، احنا السيسي، احنا مصر. الحقيقة إنه الشيخ زويد صورها عظيمة، يعني الشيخ زويد كل المناطق في شمال سيناء صورها عظيمة. هؤلاء أنا ما كنتش متوقعة شمال سيناء تكون بهذه العظمة وبهذا الإقبال. بحيي كل الناس في شمال سيناء على هذا الإقبال. دي مش حد تبعنا يصورنا وانا بلاش يعني.
الموضوع. حاجه غيرانه يا جماعه. رجع بقى ورا انت شويه. من ملحمة الحب وملحمة التعبير عن زي ما بيقول حب الوطن، يعني حب الوطن، وفي نفس الوقت أيضا منح الثقة للرئيس السيسي. وإحنا كلنا عارفين ومتوقعين طبعا النتيجة، ولكن زي ما بقول لحضراتكم النتيجة بس تبقى بنسبة كام، هو ده المهم، واللي هيتم رصده إن شاء الله بعد إغلاق الصناديق في آخر يوم في الاقتراع كلنا هنعرف إيه الأخبار. يعني دي كانت تغطية كده للنهاردة، مشاهد بعض المشاهد من اللي تم في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، المرشح فيها الرئيس السيسي لفترة ثانية وموسى مصطفى موسى. وهنتابع معاكم الحلقات الجاية إن شاء الله فاعلات الأيام الباقية.